ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to يعلم Institute. This is teacher Nahid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sister سمية. How are you? Hope you are great. This is your course plan, inshallah, for this month. Inshallah, we are gonna continue our station of Surah Al-Waqi'ah and our revision from Surah Al-Baqarah, inshallah. I'm gonna recite this page of Surah Al-Waqi'ah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين جزاكم الله خيرا سيستر سي يو ليتر ان شاء الله السلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله.